ثم تعرف على طريقة وكيفية إيجاد ووضح تقييد المحتوى على تطبيقكم تيك توك. قم بضغط هنا على تطبيق تيك توك، بعدها سوف نقوم بضغط هنا على الملف الشخصي، من ثم سوف نقوم بالضغط هنا على الإعدادات والخصوصيات، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على تفضيلات المحتوى، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على وضع تقييد المحتوى، من ثم سوف نقوم بالضغط هنا على التشغيل، وهنا سوف نقوم بتعيين رمز المرور لإيقاف تشغيل وضع تقييد المحتوى. وبهذه الطريقة نكون قد قمنا بحل المشكلة. ولا تنسوا الضغط على زر اللايك والاشتراك في القناة، ونراكم في فيديوهات القادمة إن شاء الله.